التليفون دكتور محمد محمود حموده استشاري الطب النفسي. مساء الفل يا دكتور. مساء النور، اهلا بحضرتك. ليله الامتحان دايما بتبقى ضغطه على الطلاب وعلى اولياء الامور، تقول لهم ايه؟ تنصحهم بايه؟ طيب، اول حاجه لازم ناخد بالنا انه ليله الامتحان دي ليله مليئه بالقلق. تمام. والقلق نوعين، قلق جيد يساعدنا ان احنا نفتح الكتاب ونذاكر، وهو القلق البسيط. صحيح. وقلق مرضي يخلينا ننسى المعلومة ويخلينا مش عارفين نركز في ان احنا نراجع او ان احنا نعمل اي حاجة. عشان كده بنقول دايما الشيء لما بيزيد عن حده بنقلب ضده، فاحنا عايزين القلق ما يبقاش بدرجة عالية ولا بدرجة مرضية تخلينا نبدأ ننسى وخلينا نبدأ ما نبقاش مركزين. تاني حاجة انه الوقت الامتحان ده زي ما بنقول كده، اللي ذاكر ذاكر خلاص. ليلة الامتحان ده احنا لو احنا نقدر نراجع عناوين نراجع عناوين، مش اكتر من كده، لكن مش محتاجين ان احنا نقعد نضغط نفسنا ونوتر نفسنا ونحاول نذاكر كأننا بنذاكر في اول السنة. خلاص تمام. احنا محتاجين خطوات سريعة عشان تاني يوم الصبح احنا داخلين على الامتحان. اللي هيبقى متوتر زيادة ياريت يفصل عن المذاكرة خالص خالص. لو هو متوتر بشكل كبير طالما هو مذاكر من قبل كده، فهو مش محتاج دلوقتي انه يذاكر او محتاج انه يضغط نفسه ويوتر نفسه. الاهل مش محتاجين يقعدوا يزعقوا ويتخانقوا يوم الامتحان، قوم ذاكر قوم مش عارف ايه. خلاص، بالعكس احنا عايزين تشجيع وعايزين ان احنا نزرع ثقه الطفل في نفسه او المراهق اللي دخل الامتحان ده في نفسه في الوقت ده. فاقول له ما تقلقش، انت حتى لو ما ذاكرتش النهارده انت مذاكر طول السنه، ربنا مش هيضيع مجهودك. وازود ثقته بنفسه لان ده جزء مهم جدا هيخليه يروح الامتحان يحل. لكن الاهل اللي بيقعدوا ينقدوا يوم الامتحان، يا ابني الامتحان بكره الصبح، هو كده بيصعب المساله. بالظبط كده، ده هو كده بيصعب المساله وهيوتر الولد زياده وهيفقد ثقته في نفسه، فحتى لو رايح الامتحان وهو مذاكر ممكن ما يحلش ممكن ينسى. بالظبط كده. شفنا مشاهير بيقولوا انهم ليله الامتحان كانوا بيدخلوا السينما او بيخرجوا، بيحصل ده؟ ممكن ده يحصل والطالب ينجح؟ ده ممكن يحصل لو هو مذاكر طول السنه، لو هو مش متوقف على مذاكره ليله الامتحان. لكن لو هو مش مذاكر طول السنه طبعا وبدا يذاكر مؤخرا، فهي دي مشكله كبيره، وطبعا غالبا عدم مذاكرته يوم الامتحان هياثر عليه. هو حكايه مذاكره يوم الامتحان دي كل الحكايه ان انا بحاول ارجع المعلومه من الذاكره طويله المدى احطها في الذاكره قصيره المدى او الذاكره اللحظيه عشان اعرف بكره استرجعها على طول. بس تمام. فانا محتاج اراجع ينام بدري عشان اعمل دي. ولا يسهر؟ لازم وهيصحى بدري. لا، ده لازم يبقى معود نفسه على نظام ثابت في النوم انه بينام بدري عشان يعرف يصحى يوم الامتحان بدري. في طلبه بيفضلوا اليوم اللي قبل الامتحان بيقعدوا مطبقين لا وبيناموا الصبح ويقعدوا يذاكروا بالليل، فيجي داخل الامتحان الساعه البيولوجيه مظبوطه على انه بينام الصبح، يدخل الامتحان يبقى مش مركز لان ده وقت نومه. صحيح. فدي مشكله كبيره، احنا لازم قبليها بشهر كنا المفروض نرتب مواعيد النوم بتاعتنا ان احنا بننام بالليل ونصحى الصبح، بحيث وقت الامتحان ده يبقى وقت صحياني وبقى الساعه البيولوجيه بتاعتي مظبوطه، فبقى عارف اركز في ده، اركز في المذاكره وفي الامتحان. انا شاكر ليك دكتور محمد محمود، انا شاكر ليك. بلاش نضغط على اولادنا، يعني نسيبهم ياخدوا نفسهم كده، وهو اللي ذاكر ذاكر، يعني اللي ما ذاكرش طول السنه مذاكره ليله الامتحان مش هتنفعه. لكن ان شاء الله يكونوا ذاكروا وان شاء الله يقدروا يعدوا وينجحوا كمان. ومن الثانويه العامه تعالوا نروح